سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوب. هنتكلم في قضية شغلت الناس كلها في مدينة الخصوص محافظة القليوبية، لكن القضية اللي معانا النهاردة جرم زوجة. افتكر الأستاذ محمود اللي عنده 29 سنة انه لما يتجوز ياسمين خلاص يبقى الدنيا بقت بامبة، وهي دي اللي بيدور عليها بقاله سنين. ما يعرفش ان ياسمين مرتبطة بالعشيق اللي هو عماد، وحتى قبل الزواج كمان. لكن القضية دي كلها في منطقة او قرية او عزبة، يعني اسمها عزبة الامير التابعة لمدينة الخصوص محافظة القليوبية. يمكن محمود مشغال مساعد تمريض، عنده 29 سنة، ويعني بطبيعة حاله انه بيرتحل بقى من القرية بتاعته للمستشفى اللي هو شغال فيها. كل يوم بيتقابل على اشخاص واشكال والوان لحد ما تقابل بالصدفة مع ياسمين اللي عندها 19 سنة، وانا طبعا يعني اعجب بيها. اخذ رقم تليفونها، هي ما كانتش شغلة حاطة في دماغها ان هو ممكن يتقدم للخطوبة او يتقدم للزواج، لكن محمود خد اتجاه وياسمين خدت اتجاه تاني. ياسمين في الوقت ده كانت متعرفة على شخص اسمه عماد شغال فران. ربنا يديهم الصحة يا رب. مش هنفصل الفيديو والله، هنخلي الفيديو طبيعي لان احنا منكم وانتم منا، ربنا يقومهم يا رب العالمين ويصلح حالهم. عم محمد الحداد ربنا يديله الصحة كده يا رب، ويبوظ لنا فيديوهاتنا كمان وكمان وكمان. مش عايز حد يتضايق مني، وده حاجة بأمر ربنا سبحانه وتعالى. الناس ماشية تمام، فأنا بحب إن أنا أكون بطبيعتي مع حضراتكم، ونستغل الدقيقة دي نطمن عليكم، ونشكركم بجد إن أنتم متواجدين معانا في فيديوهاتنا وبتدعمونا، وإن شاء الله نوصل لحملة 100,000 أخ وأخت في قناتنا إن شاء الله. هو خلاص يعني هو هيعدي المطب الجاي، ووراه كمان مطب، ويخش شارع يمين، الصوت هينتهي ان شاء الله. ما تقلقوش يا جماعه. النبي عربي، واحنا كلنا يعني اخوه في الاسلام، واخوه في الوحدانيه وفي العروبه وفي كل حاجه. نكمل قضيتنا. خلاص هو يعني ربنا يصلح حاله يا رب ويديله الصحه يا رب. محمود اللي عنده 29 سنه ده راجل شغال مساعد تمريض، اتعرف على ياسمين في الوقت ده كان عندها 19 سنه، لكن كان في يعني كان في حبيب اللي هو عماد، لان عماد بعد ما ارتكبوا الجريمه واعترف عماد قال ان انا اتقدمت لياسمين وابوها وامها واسرتها رفضوا. طيب ايه القصه بقى؟ ان محمود كان جاهز، يعني كان عفشه وعزاله وشقته كلها كانوا جاهزين، واعجب بيه ياسمين، وهنا اتصل باهلها وعرف المكان وراح وتقدم، وبالفعل تمت الخطوبه. لكن ياسمين كانت رافضه الايه؟ الخطوبه او الزواج، لانها طبعا قلبها مع عماد، وعماد اتقدم واترفض، فهو طبعا العلاقه ما زالت ايه؟ ماشيه كلام ومحادثات ومقابلات كمان وكمان. فهنا طبعا الاهل قالوا لها يا بنتي ده عماد ده شغال فران، راجل خباز في العيش، يعني يوم شغال واتنين قاعد ومش عارف، انما ده راجل موظف وشغال مساعد تمريض وشغال في مستشفى ووظيفه ميري ومش عارف ايه، هو اللي هيضمن حياتك وحاجات دي كلها. طيب هنا البنت وافقت من غصب عنها ارضاء لرغبه اهلها. اهلها شايفين ان ده موظف وهيحافظ عليها مهما الظروف تتقلب، فده راجل موظف بيجي له الراتب بتاعه كل اخر شهر، وهيقدروا ان هم يعيشوا، وبعدين واخد تمريض او مساعد تمريض ممكن يعني يغترب او تجي له اعاره في اي دوله عربيه ويكون من ذوي العيان. يعني هنا ياسمين اتجوزت عماد من غصب عنها، لكن ياسمين اتجوزت محمود من غصب عنها، لكن عماد ما زال على الخط. عماد كل يوم بيتكلم، حتى يوم الفرح كان بيتكلم، حتى بعد الدخله كان بيتكلم. فهنا قلت له ما فيش مشكله، انا كده كده اتجوزت وانا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، وكده كده العلاقه بتاعتنا هتفضل دايره وتفضل ماشيه. يعني يمكن بعد الزواج بيومين ثلاثه وبدات تتعدد العلاقات الغير شرعيه مع عماد. هنا طبعا الزوج غلبان مسالم مآمن، مفكر ان زوجته اللي لسه عندها 19 سنه انه خلاص يعني دور على بنت الاصول. وهنا طبعا في اخطاء كتير قوي هنتكلم فيها في نهايه الحلقه مع حضراتكم. طبعا بعد 3 شهور بالظبط ارتكبت الواقع. كان محمود ينزل شغل الصبح، وهنا عماد يخلص ورديته بتاعه الفرن ويطلع يشطف عند ياسمين وتعمل له لقمه ويتغدى، وكانه يعني جوزها الثاني بيجي من الفرن، يعني بيمارس كل حاجه. وقبل ما محمود يجي بساعات كان عماد ينزل والموضوع منتهي.
مره في مره الجواز ايه يعني الواقعه دي والاكل ده بعد بعد الزواج بثلاث شهور بالظبط. يعني الراجل كان متجوز في عيد عيد الاضحى وبعدها بثلاث شهور بالظبط قتلوه. طبعا محمود كانت هي بتبقى مامنه عليه بتتصل عليه قبل هما ما يجي من الشغل، ايه يا هدى اجهز لك غدا ايه بتاع، بتطمن عليه يعني. وهو القصه دي كلها خدت ثلاث شهور. يوم الواقع بقى ايه اللي حصل؟ يوم الواقع محمود رجع من شغله بدري، يعني من غير الميعاد اللي هي متعود عليه. ليه بقى؟ رجع بدري كان ناسي شويه اوراق وقال خلاص انا ببدأ اخلص الورديه بتاعتي واجيب الورق بكره، لا انا خلاص هخطف رجلي ساعتين بدري واجيب الورق واروح بيتي يعني. ايه اللي حصل؟ محمود طبعا عارف ان زوجته لسه عروسه ومش عاوز يزعجها، وراجع برضو بيته عاوز يتحسس الامر ويدخل البيت بهداوه عشان ما يزعجش الزوجه. ده هو كل العمل هيدخل يجيب ورقه ويطلع تاني. معاه مفتاح، قالوا له الباب جديد لسه الراجل عريس. معاه مفتاح، فتح الباب بالراحه ودخل لقى سمع في اصوات. في ايه؟ اصوات. لكن الزوجه كانت ناصحه حبتين، كانت قافله باب الشقه وقافله باب اوضه النوم كمان، مع ان ما فيش حد معاها في البيت ولا خلفت عيل ولا تايل ولا اي حاجه. كانت قافله الباب من جوه. طبعا الزوج فتح الباب براها ودخل سمع اصوات وسمع كل حاجه. تخيلوا راجل متجوز بقاله ثلاث شهور وخسر دم قلبه على شقه وتوضيب وجهاز وفرح وذهب وحاجات دي كلها، وسامع زوجته بتخونه على فراشه مدنسه عرضه على سريره. فانا طبعا هيعمل ايه؟ بدا ان هو يجهز نفسه يجيب الحده وبدا يخبط على الزوج. طبعا الزوج والزوجه قاعدين في الدور الخامس، ما ينفعش العشيق ينط يقزح منين. فهنا طبعا الزوجه عملت ايه؟ حطت في دماغها ان الزوج فتح الباب ودخل خبط على طول على اوضه النوم، وهي طبعا يعني هتفهمه في الوقت ده انا بخاف انام لوحدي وبقفل الاوضه. فهنا طبعا خدت عماد ودخلته الدولاب وفتحت وعملت انها قايمه من النوم. من هنا من هناك، ده في ريحه دخان، في حد معاك، لا يا محمود تعالى موضب لك فطار، انت جاي بدري ليه، حصل حاجه، انت اتشكلت مع حاجه. الكلام ده كله ما كلش مع محمود. محمود طبعا قاعد يبص على السرير، تحت السرير طلع البلكونه، والعشيق اللي هو عماد اللي عنده 22 سنه الفران قاعد جوه الدولاب علشان تكون يعني اللقاء الاخير لمحمود رحمه الله عليه. فتح الدولاب لقى العشيق قدامه، بدأوا الاثنين يضربوا في بعض، والزوجه طلعت جري على المطبخ جابت ايد هون اللي احنا بندق بيه ده الخضار والحاجات دي، ايد هون، وبدأت انها تضرب وتطعن زوجها في مؤخره الراس علشان تخر من قواه عشان تهمده. وبالفعل قدرت هي والعشيق ان هم يقتلوا محمود. قعدوا يضربوه بايد الهون لحد ما هشموا راسه وخنقوه بإشار وسابوه ميت وشالوه من على الارض حطوه على السرير ونزلوا جري. نزلوا جري طبعا الاهليه للمتوفى رحمه الله عليه محمود يتصلوا عليه في نفس اليوم، لان محمود دايما يعني ايه بيبقى عنده ريست كده في المستشفى وبيطمنوا على محمود وحياته، لان العروسه اللي هي ياسمين كانت بعد الفرح بشهر ونص او بشهرين قبل ارتكاب الواقعه كانت غضبت، كانت غضبت وراحت في الاسماعيليه عند اهلها. ومحمود قعد صبر 15 20 يوم علشان يرجعه، وفي الاخر بقى استقر ان هو يرجع. لكن كانت بتقول له طلقني وطلقني والحاجات دي، الناس اتجمعت وبتاع، وجاب عروسته ورجع اللي هي ياسمين. وكان برضه كانت على علاقه بالعشيق قبل الزواج واثناء الزواج، وحتى الشهر اللي كانوا غضبانين فيه كان العشيق بيروح لها الاسماعيليه. هنا طبعا اهليه محمود بداوا انهم يتصلوا بيه عشان يطمنوا على حاله. محمود ما بيردش، يرنوا مره اثنين ثلاثه ما بيرد، يرنوا على الزوجه تليفونها مقفول. استغربوا طبعا اهله جم، لانه كان واخد يعني كان واخد شقه في مدينه الخصوص وهو اساسا من عزبه الامير. طبعا بداوا ان هم يروحوا الشقه ويخبطوا، ما فيش حد بيرد، كسروا الباب علشان يلاقوا منظر ربنا ما يكتبه على اي حد. لقوا الزوج مرمي على السرير ومتوفي بقاله يومين، يعني الدم تجلط ومش عارف ايه وبتاع. بداوا ان هم يتصلوا على رجال الامن اللي حضر في التو لحظه، وعرضوا الوصف الطبيعي للجثمان علشان كده حضر جهات او رجال من جهات الطب الشرعي وعربيات الاسعاف. طب زوجته فين؟ مفيش حد عارف. طيب مين؟ هنا طبعا شهود العيان وتفريغ الكاميرات اثبت ان الزوجه كانت يوم الواقع يوم غياب او تغيب محمود كانت نازله تجري ووراها شخص ما يعرفوش هو مين. بتقنين الاجراءات ونصب الاكمنه والتحريات وي 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 لحد ما قفشوا الزوجه والعشيق. انكروا في البدايه، انكروا ايه في البدايه، لكن بعد الضغط وخلاص انتوا لابسين الجريمه ما فيش حد غير انتوا اللي معاه وانتوا اخر ناس متواجدين في الشقه، اعترفوا بكل حاجه.
اعترفوا بقى انه كان في علاقات قبل الزواج وانها طلبت الطلاق. يعني كان استغراب يعني ملاحظ من وكلاء النيابه في التحقيق، انت متجوزه بقالك 3 شهور وعاوزه تطلقي علشان عشيق، يعني الباب اولى بقى انت كنت تجيبي العشيق حطيه تحت السرير يوم الفرح طالما العشيق موجود. طبعا اعترفوا ومثلوا الجريمه واعترفوا بكل حاجه، وجرت درجات تقاضي متعدده لان القضيه دي كانت شغله يعني محافظه القليوبيه وخاصه مدينه الخصوص. لكن اصدر الستار باعدام المتهمين اللي هو العشيقه والزوج. العشيقه اسف والعشيق برضه، ما هو عشيق وعشيقه، يعني الزوجه يعني هنقعد نقول الزوجه ما عشيقه برضه، ولا شافت تربيه ولا شافت اخلاق. طب احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه والاحكام قلناها. طيب السؤال بقى لحضراتكم، السؤال لحضراتكم، طبعا احنا شبعنا، انت لو عايزه تطلقي ومش عايشه ومش حابه ان انت تعيشي روحي اتطلقي، روحي ارفعي قضيه خلع، روحي اعملي وروحي سوي. لكن النهارده في نقطه صغيره بس هي هيبقى سؤال الحلقه. هل الجاني الحقيقي في الواقع دي هل هي الزوجه ولا الزوج ولا العشيق ولا الاهل؟ الاهل لهم دور كبير؟ انتوا شايفين في بدايه القضيه، قضيه القصه، ان الاهل ضغطوا عليها انها تتجوز محمود عشان موظف، والبنت كانت بتخبط رجلها في الارض وتقول انا مش بحبه، انا مش هعيش معاه، انا مش هعمر معاه. يا ترى الجاني من وجهه نظر حضرتك وحضرتك وكل الحبايب اللي موجودين معانا، هو الاهل ولا الزوجه ولا العشيق؟ لازم حضراتكم تكتبوا لنا في الكومنتات، لان احنا بنحترم ارائكم وبنحترم وجهات نظركم، وقضيه ناخد منها دروس مستفاده ونتعلم من اخطاء الغير. انت لو مش حابه ان انت تعيشي، ابوك مش هيدبحك بالسكينه، مش هيدبحك بالسكينه عشان تتجوزي محمود، لان اكيد يعني مع تشبثك وتمسكك ان انت مش عايزه تتجوزي الشخص دوت، فاكيد الاهل في الاخر هيرضخوا. لكن هل دور الاسره كان ليه دور كبير قوي في ارتكاب جرم زي ده وقضيه زي دي؟ لو وصلت معانا لنهايه الفيديو ما تحرمناش من اشتراكك في القناه، وعاوزين نعرف رايك كمان وكمان. دمتم بخير، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي.